فأنا قصدي إنه العنتريات انتهى وقتها. التطبيع مطروح. شوف التطبيع الآن مطروح. عشينا ما بينا. يعني نحن ما نشايف مشكلة لي مع إسرائيل بقدر ما أني مشكلة مع إيران. وهذه طرحها. حيث وقفت داعما إلى جانب إخوتي اليهود وقلت لن يحدث هذا مرة أخرى مطلقا بإذن الله تعالى. إذا أرادت إسرائيل فعلا أن تحمي نفسها فيجب عليها أن تتعامل مع الذي يصنع السلام ويؤمن لها الحماية. الأمير محمد بن سلمان يستطيع حماية الشرق الأوسط كامل. يعني ما إذا قمنا السلام معها ما هي الفائدة؟ هناك فائدة عظيمة جدا. تكونت صورة لدى المجتمعات العربية بأن المجتمع الإسرائيلي مجتمع يعتنق ثقافة الموت ويريد سفك الدماء ومجتمع لا يؤمن بالسلام. هذا الكلام للأسف غير صحيح. هذا الصورة النمطية حقت إسرائيل لازم تنشال من ذهننا. لازم نطبع منهم. والله يا مسجد صلينا فيه في أوغندا أن أبرك من القدس وهلها. أصلاً أنتم من الفلسطينيين ما أنتم عرب ولا أنتم رجال. اليهود أقرب لنا منكم وأشرف منكم. واليهود هذه ديرتهم غصبا عنكم شئتوا وما بيتوا. حصت إسرائيل موجودة عاجبكم ولا مو عاجبكم؟ أقول ما ضيع العرب كلها سنين إلى القضية الفلسطينية يا حبيبي وأخرتها كلام وجعجعة بدون نتيجة. من أيام خيبر إلى اليوم وإحنا تحت الظلم وتحت الإهانة. نحن لا يوجد لدينا عداء مع إسرائيل أبدا. أنا أؤكد لك إسرائيل لم تتآمر في أي لحظة من لحظات التاريخ المملكة العربية السعودية. إذا كان هاي التفتيرات خلفها ناس حلوين زيكم جهد. هي حبيبي